تحية طيبة مشاهدينا الكرام لكم أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي الوطن اليوم، نبدأه من أبرز الأخبار في المملكة العربية السعودية لهذا اليوم. جامعة الإمام تدشن قناة إعلامية تهتم بنشر الفكر المعتدل. أمنة الطائف تبدأ تركيب كاميرات إلكترونية لرصد مخالفات النظافة. ورياح مثيرة للأتربة على مناطق مكة والمدينة والجوفة. مشاهدينا، ما هي أبرز الملفات التي سوف نناقشها بإذن الله في حلقة اليوم؟ قيادة المرأة للسيارة، الاستثمار في مراكز الصيانة وتعليم القيادة، مهنة صيد الأسماك، حب متوارث بالرغم من التحديات والصعاب، وإنشاء 22 ممشى رياضي في جدة. حياكم الله مشاهدينا، واستعدادا لبدء المرحلة المقبلة لانطلاقة قيادة المرأة للسيارة في المملكة عقب اعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، تبرز متطلبات عدة لتلبية احتياجات المرأة للقيادة، أهمها افتتاح مراكز للصيانة تديرها إناث للحصول على خدمة تصليح سياراتهن دون الحاجة إلى الرجل، إضافة إلى إيجاد مراكز صيانة نسائية للسيارات على أمل أن تقوم القطاعات الحكومية والخاصة في الاستثمار بهذا المجال. مشاهدينا، والتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من الرياض الأستاذ راشد السكران، مشرف صفحة السيارات بجريدة الرياض. هلا ومسهلا أستاذ راشد، الله يحييك في برنامج الوطن. بداية، هل ستتمكن المرأة السعودية من تحطيم المعايير الاجتماعية والدخول إلى هذا القطاع الجديد عليها من خلال امتلاك مراكز متخصصة لتصليح وصيانة السيارات؟ مرحبا فيك أختي، ومرحبا في المستمعين والمشاهدين. هلا ومسهلا. بالنسبة طال عمرك لهذا السؤال، العادات والتقاليد الاجتماعية التي لا تتعارض مع الدين وليست حرام، ما يمنع أن المرأة تقتحمها، وهناك كثير من العادات والتقاليد التي كانت سائدة والآن اضمحلت وأصبحت في عصر الماضي. الآن نجد المرأة في أكثر الميادين تخدم بلدها بعيدا عن العادات والتقاليد اللي تقلل من فرص العمل الشريف. وافتتاح مراكز صيانة للسيارات أو افتتاح مراكز لتعليم القيادة للنساء سيكون إيجابيا بإذن الله، ويحفظ لها بالعكس، يحفظ لها كرامتها. المرأة ستبقى في معزل عن الاختلاط بالرجال، وخصوصا في ورش السيارات أو في مراكز تعليم القيادة. نعم، طيب أيضا دائما هناك يعني مهن تقليدية، خل بقول لك، وكنا نشوف الشيء هذا بالسابق مع الرجال من خلال وجود عدد من المهن التقليدية اللي كان حتى الرجل كان في السعودية ما كان يحب أنه يشتغل فيها، لكن مع الأيام تخطى الرجل السعودي هذا الشيء، وأصبح الآن يعني نرى الرجل السعودي في الكثير من المهن التي كان رافض لها لكن هو اليوم يمارسها. هل عدد من المهن التي كانت في السابق احتكار فقط على الرجل، هل ممكن أن نراها اليوم أيضا يعني نرى المرأة فيها محترفة وتمارسها؟ الفتاة السعودية شقيقة أخوها أو أخيها الشاب السعودي لا تفرق عن في المثابرة والبحث عن العمل، ستتخطى هذا المفهوم، خصوصا ان المراه في بلادنا تعمل في كافه الاعمال الشريفه وتحاول انها تتغلب على المفاهيم والتقاليد التي تتعارض مع ديننا كما قلنا سابقا. الان اصبحت المراه السعوديه تقتحم الكثير من الميادين التي كانت حصرا على الرجال، امثال ذلك صيانه الجوالات. اول كان الجوال حتى عيب على الشاب السعودي ان يمارس او يعمل في صيانه الجوال، الان في مراكز متخصصه للرجال وللنساء اقتحمت النساء الكثير من المهن التي كانت في نظرة يعني العادات والتقاليد تعتبر عيب. الآن في مراكز التسوق، أكثر مراكز التسوق بدأت تقتحمها المرأة في جو يناسب الفتاة المسلمة، ورأينا يعني نماذج جميلة جدا لبناتنا السعوديات. أتوقع أنه الآن ما عاد اصبح فيه نظره العيب ونظره التقاليد، لم تعد التقاليد او العادات والتقاليد مسيطره على
المجتمع السعودي. المجتمع السعودي مثل أي مجتمع في العالم يريد أن يعيش بسلام ويعيش بكرامة ويبحث عن العمل الشريف. فما يمنع، ليس السعودي أو ليست الفتاة السعودية تختلف عن أختها في أي مكان في العالم، هي تبحث عن المكان الشريف والمكان الذي يؤمن لها عمل، يعني في منطلق بإذن الله ما يحافظ على دينها وعاداتها وتقاليدها الإسلامية، وليست عادات وتقاليد من منظر والله اجتماعي قد يخالف. نعم، انا فعلا استاذ راشد مره حبيت الجزئيه هذه، ان المراه السعوديه اليوم احنا خرجنا من نطاق موضوع ان هذه المهنه تعملها المراه السعوديه ولا ما تعملها. بالنهايه دائما العمل الشريف في اي مكان في اي زمان هو من يفرض نفسه، وبالنهايه يعني المراه السعوديه مثلها مثل اي مراه مسلمه اخرى، اليوم هي يعني يد بيد مع الرجل وتقدر انها تمارس كل الاعمال اللي يقوم فيها الرجل بما لا يخدش أكيد أنوثتها. طيب أكيد في بالنسبة للقطاع الاقتصادي يعني وجود المرأة اليوم وقيادة المرأة أكيد حيفتح الموضوع هذا أبواب كثيرة، خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة مثل مشاريع غسيل السيارات، مثل ورش تصليح السيارات، وأيضا أكيد مراكز لتعليم قيادة السيارات. حدثنا عن هذه الجزئية راشد. اتوقع انا الفتاة السعودية من يعني من افضل الفتيات في العالم التي تبحث عن الفرص الاقتصادية. مثل مراكز نسائية للسيارات، اتوقع خصوصا في المدن الكبرى مثل الرياض، جدة، الدمام، اتوقع حيكون لها يعني مستقبل باذن الله مشرق. إذا عرفنا خصوصا أن في الرياض أكثر من 10 صناعيات، 10 مدن صناعية في الرياض الواحدة، فلو كان في كل مدينة صناعية مركز أو مراكز متخصصة في النساء، أتوقع أنها حتنجح بنجاح فاهر، خصوصا مع انطلاق إن شاء الله في الفترة المقبلة. نعم، أنا أشكرك كل الشكر لوجودك اليوم معي في برنامج الوطن اليوم من الرياض، الأستاذ راشد السكران مشرف صفحة سيارات بجريدة الرياض، أشكرك كل الشكر. على الرغم من عزوف معظم الشباب عن مهنة الصيد وبحثهم عن أبواب المهن الحديثة، هناك من جدد مهنة أباءه وأجداده ومخروا عباب البحر وتحملوا كل أعباء الشمس والملوحة. فعلى متن قاربه الخاص يتأهب أبو طالب ورفاقه الصيادين في كل يوم مع بزوغ الفجر لرحلتي الغدو والرواح، اللتين يسلكونهما يوميا في عرض البحر بحثا عن الأسماك المتنوعة التي يكتنزها البحر في جوفه، حيث تعد مهنة الصيد بالنسبة لهم موردا اقتصاديا طبيعيا متجددا ومصدرا مهما من مصادر الدخل. نتابع من هذه النقطة ومن على هذا المرسى ومع طلوع شمس يوم جديد، ها هو أبو طالب يستعد ليبدأ رحلة متجددة يومية لتأمين قوته. فعلى متن قاربه يجوب أبو طالب برفقة أصدقائه عرض البحر في كل يوم بحثا عن الأسماك التي يكتنزها البحر الأحمر في جوفه. فالصيد بالنسبة له حرفة امتهنها وتعلمها من والده الذي قضى جل حياته يمارسها ليؤمن له ولإخوته لقمة الحياة حتى تحولت إلى مصدر دخل مستمر. يلا لك الحمد، خير وبركة. وين الصندوق؟ اتضح لي انه فيه رزق جميل وفيه بيعلمك الصبر، وغير كذا هو بسم الله ما شاء الله صدنا، واضح انه فيه خير. شوف جاهز؟ اسحب اسحب اسحب. ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. قبل ما يكون هواية هو عشق، عارف يعني، وصبر في نفس الوقت. اول ما بتيجي تنزل تحت المويه، تنزل الخيط تحت المويه، مجرد ما تيجي تشبك السمكه في الخيط انت صار احساسك، مجرد ما انت بتشعر بالخيط احساس احساسك انت كليا يكون في يدك، مجرد ما تسمع نبره السمكه في الخيط فتسحب على فوق تطلع السمكه، وهذا الشعور كان جدا جدا جميل. حراره الشمس هنا عاليه، ارهاق وتعب،
انتظار طويل حتى تعلق السمكة في سنارته. رغم هذه الصعاب والتحديات إلا أن عشق الصيد بمثابة حب متوارث أبا عن جد عند أبو طالب لا يمل ولا ييأس. ولعل المهنة تبدأ أحيانا من الهواية قبل أن تنطلق لتصبح مهنة، فالكثير من السعوديين انطلقوا يمخرون عباب البحر آملين بأن يعودوا بصيد وفير يبيعونه بما يوازي تعبهم. يا رزاق يا كريم، ذقت من رزقها فعلا، يعني حتصير تتلذذ بالتعب اللي فيها بالمشقة اللي فيها، وفيها رزق وفيها خير يعني وبركة. ممكن اللي يذوق البركة والخير هذه، أنا متوقع في ناس ممكن تسيب الوظيفة. يا أخي فريق الوايد بلو أو البر الأزرق زي ما احنا نسميه بالتعاون مع فلاوي بيوفروا دائما رحلات، ولهم خبرة قوية في البحر، فبيعرفوا فين أماكن تواجد الأسماك، بيودوا الصيادين عليها بحيث أنهم يصطادوا ويرجعوا قبل المغرب معهم صيدهم، وبيقدروا لو يبغوا كمان يلحقوا ينزلوا السوق ويبيعوه. رسم البحر لأبي طالب ورفاقه بأمواجه ومكنوناته عنوانا لحياة إنسانية بسيطة، تشكلت حياتهم تبعا لذلك البحر حتى استطاعوا سبر أغواله. طازة يا سمك، طازة يا سمك، لا يفوتك الطازة. صيد اليوم يا جماعة، طازة صيد اليوم، صيد اليوم، صيد اليوم، خيرات البحر الأحمر، خيرات البحر الأحمر. ربع ساعة هذه ب 600 بس، يلا قال زي ما قال لك 500 ريال، توقع على الله، يلا قبل الغروب. الكبيرة الكبيرة 500، تفضل تفضل، بسم الله بين يدك. تعطيني آخر آخرها 500 ريال، والله ما في ما في على دمك. من 500 من 500 من 500 حياك الله، تفضل. بسم الله، الله يبارك. اعطيه اعطيه اعطيه، الله يبارك له. اعطيه كيس، اعطيه كيس. يلا يا شباب، طازة يا سمك، صيد اليوم، صيد اليوم. هكذا هو حال ابو طالب وزملائه الصيادين يوميا منذ طلوع الشمس. تبدا رحله التعب والمشقه والبحث عن الرزق، وتنتهي قبل غروب الشمس بفرحه ورزق. فيا حلاوتك يا بحر، متعه وعمل ورزق. الصياد نسي معنا رزقه اليوم، رزقتنا بحري اليوم الحمد لله. يا مصباح، الأخبار الآن جدة. صراحة أنا أتعب أتعب لما أقول يا من مبدع، أكيد تحية لزميلي يا من مصباح، بس ما أعرف شكله يعني تحول حرامي آخر شيء، يعني مخبي سمكة في جيبه وماشي، يلا ما عليه بس فضح نفسه آخر شيء. عموما تحية أكيد ليامن، أنا أبغى بعد يعني الزملاء في الكنترول تواصلوا لي مع يامن، لأني أنا بعرف وش سالفة السمكة وش طبخ عليها هو عقب التقرير. عموما مشاهدينا، أول شيء بنستضيف إبراهيم رسلان رئيس طائفة قوارب النزهة والدبابات البحرية. يا هلا ومسهلا، الله يحييك أخ إبراهيم في برنامج الوطن اليوم. بداية، مهنة جميلة، أو لما نتكلم هي فعلا يعني مهنة أبائنا وأجدادنا. اليوم المهنة هذه في كثير من شبابنا قاعدين يشتغلون فيها. احكي لنا عن الشيء هذا الجميل، وانه يعني البعض من الشباب رجعوا لممارسة تلك المهن الأصيلة اللي اكيد ما تنقرض. اهلا وسهلا بكم. هلا وسهلا. والله البحر الحمد لله احنا الان يعني صار اضافته غير مهنة الصيد كمهنة رسمية، صارت مهنة رسمية ومهنة تعتبر ترفيهية. التعامل مع الصيد الآن بالنسبة للمتنزهين وللعائلات وللشباب صار يعتبر حاجة يعني تضاف لمهنة الصيد بطريقة مختلفة عن الطرق التقليدية القديمة. الصيد اختلفت طرق يعني التعامل مع السمك، طرق الصيد اختلفت بالنسبة للمتنزهين، تطورت أدوات الصيد، تطورت قوارب الصيد، صاروا الناس يعني كل وقت له صيد بطريقة مختلفة، كل وقت له نوعية أدوات صيد مختلفة. الحمد لله بدأت الحكاية يعني تنعرف للناس، وبدأوا الشباب يقبلوا عليها خصوصا في ظل دعم يعني الدولة للممتهنين النشاط هذا كمتنزه، يحصل مين يدعمه. محتاج الحكايه بس بشارة شويه تطوير، شويه يعني
تنعرف بين الناس وبين الشباب بأنها مهنة فيها رزق الحمد لله. في أيام بيشتغل صيد، في أيام اللي في بيكون الصيد في قليل بيشتغل في التنزه، بيقدر يطلع غوص، بيقدر يطلع رحلات سباحة، بيقدر يطلع رحلات بالساعة مع وجبة، مع عيد ميلاد في بوته، مع حفلة زواج، مع أنشطة كثيرة انضافت للمهنة، وبدأت الحكاية الحمد لله تكون عليها إقبال مختلف عن زمان تماما. نعم، طيب يعني هل الموضوع هذا يعني مجدي ماديا إلى أي مدى؟ يعني أنا أعرف سبحان الله دائما السمك فيه خير ودائما البحر فيه خير عفوا، وأكيد يعني المهنة هذه مجدية ماديا. إيش ممكن نقول اليوم لأي شاب مثلا قاعد يدور وظيفة، ولا يقول أنا ما عندي وظيفة أنا قاعد أخذ فلوس مثلا من أهلي، إيش نقول لهم اليوم إبراهيم؟ والله نقول له قرب من البحر. البحر سبحان الله فيه أسرار عجيبة ما يعني ما يعرفها إلا اللي يقرب منه ويتعامل معه، إلا اللي يحب يعني إنه يهيئ لنفسه فرصة جديدة، طرق عمل ما فيها روتين، ما فيها تكاليف، ما فيها رسميات. السمك بشكل عام أسعاره مرتفعة تماما، الإقبال على البحر وعلى التنزه وعلى السياحة البحرية بادئ يصير له يعني مستويات مرتفعة من الأعداد للناس اللي بيجوا من المناطق اللي على البحر. يعني وجهتهم الرئيسية للترفيه البحر. نعم. اللي بيحصل له واسطة بحرية أو قارب ويعمل عليه بشكل رسمي أو يعتبره مهنة له، الحمد لله بيعين منه خير. يعني حرس الحدود والدوائر الحكومية كلها بدأت تتعاون تعاون ممتاز في دعم الشباب، في تسهيل الأمور اللي كانت زمان رسميات معقدة توقف في طريقهم. صار الشاب الآن في بعض القرارات كانت منعت مثلا أي سائق سعودي يطلع بحر مفتوح، الآن صار ضروري إنه اللي يطلع البحر مفتوح ويصيد لازم يكون سعودي. صار مجرد وجود السعودي لو يطلع مرافق أي صاحب قارب بياخذ رسم وبياخذ مقابل جلسته معاه كم ساعة هذه ويتعلم بمجانا بمجرد مرافقته للسائق اللي هو الأجنبي. نعم، أنا أشكرك كل الشكر لوجودك اليوم معي في برنامج الوطن اليوم. من جدة إبراهيم رسلان رئيس طائفة قوارب النزهة والدبابات البحرية، أشكرك كل الشكر. مشاهدينا، وقبل الفاصل انتقلنا لكم هذه التغريدات وفق اتفاقية التعاون مع حساب موجز الأخبار السعودي الإخباري الشايب، وفيها القتل تعزيرا لإرهابي هاجم مدرعات أمنية وأطلق النار على رجال الأمن وهم بداخل دوريتهم. جمرك البطحة أحبطوا محاولتين لتهريب أكثر من 22 ألف قارورة خمر. ولي العهد يعتبر ضلوع نظام إيران في تزويد الحوثي بالصواريخ عدوان عسكري. مرور جدة يوقف مالك المركبة التي كان يقودها الطفل الذي يبلغ من العمر 8 سنوات ويحجز المركبة لمدة شهر. إلى فاصل قصير. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، وصلنا وإياكم لفقرة هاشتاج عيش الآن. هذا الهاشتاج اللي أطلق مؤخرا تلفزيون الآن، وهو بهدف أن يكون متواصل أكثر معكم وأن يكون أكثر قرب منكم. مشاهدينا في هاشتاج عيش الآن حنا نبي نكون معاكم، أكيد نستعرض صوركم، فيديوهاتكم، القصص اللي حتى أنتم تبغونا نقولها، أيضا المواضيع اللي أنتم حابين أن إحنا نطرحها في برنامج الوطن. اللي حاب أكيد أن يشاركنا دائما على الرأس والعين على هاشتاج عيش الآن. طبعا هذا الهاشتاج النشط، وأنا دائما كل يوم قاعدة أتكلم معاكم من خلاله وأقترح يعني مشاركات، وأكيد أكون جزء منكم. طبعا أمس أنا كنت قبل يومين كنت متكلمة عن الهاشتاج، وجتني مشاركة أنا مرة حبيتها،
هي المشاركة من بوح شمري اللي صور لنا أجمل منظر ممكن نشوفه هو هطول الأمطار. خلينا نشوف الفيديو. مرة جميل، مرة جميل. أيضا أنا أمس طبعا كنت أشوف القمرة وطلبت أيضا من متابعيني أن يصورون صورة القمر من شباك المنزل، من حوش المنزل. طبعا جتني شوية صور، أنا بس اخترت منها تغريدة وصورة للسيد عمر القريشي. خلينا نشوف التغريدة مع بعض. صورة جميلة. عموما مشاهدينا الكرام دائما نرحب بتغريداتكم على هاشتاج عيش الآن وتواصلكم معنا، وتذكروا أن أي أحد فيكم يقدر يكون نجم، يقدر يصور نفسه، يقدر حتى يعني يزودنا بتقارير يومية عن حياته، عن مدينته، عن مدرسته، عن جامعته. مشاهدينا الكرام بخلينا بس نتذكر مع بعض الهاشتاج يا عمر المعد عمر، بيحط لنا الحين هاشتاج عيش الآن. وأيضا مشاهدينا الكرام نروح لموضوع ثاني، أنهت أمانة محافظة جدة تنفيذ 18 ممشى جديد تتخطى أطوالها 50,000 متر موزعة على نطاق 14 بلدية فرعية. قد تم تجهيزها وفق أحدث الخدمات الرياضية، من بينها ممشى حديقة الشاطئ بطول 1500 متر، كما يجري العمل على استكمال 4 مشاريع لممرات المشاة تحت التنفيذ. مشاهدينا الكرام والتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة ومن الرياض رئيس المركز السعودي للدراسات والبحوث ناصر القرعاوي. هلا ومسهلا أستاذ ناصر، يلا حيا نورتنا في برنامج الوطن اليوم. أنا دائما صراحة يعني أنا أسعد باستضافتك، ما شاء الله عليك. طبعا أنت ملم في كثير من المحاور ودائما يعني وجودك هو إضافة للبرنامج. سؤالي بداية، أهمية البنى التحتية المميزة التي تشهدها جدة والمدن السعودية مؤخرا؟ شكرا لك وحييك وحي المشاهدين الكرام. يبدو أن حلقة اليوم جداوية في أحلى من جدة، جدة غير نعم، ولذلك حتى الانتماء المشاعري متاح، وتبدو مدينة جدة بالنسبة للشعب السعودي هي القبلة الأولى بالنسبة لي حتى المتزوجين والأسر، لأن جدة غير كما كان يوم الأيام في أحد إطلالتها على السياحة المحلية. بالتأكيد في الوقت الحاضر نحن نمر في مرحلة يعني تحسين الخدمات وتطوير خدمات المتوفر منها في السابق إعادة إلى الحياة مرة أخرى. من ذلك ما عرض على الشاشة في بداية إطلالتك على هذه الفقرة، استثمار ما بين يعني شريط الطريق، كان هناك مساحة يعني مهدرة، وبالتالي تم استغلالها واستثمارها لأنها أيضا جزء من المساحة المستهدفة للاستثمار، ليس فقط الاستثمار المالي ولكن أيضا الاستثمار السياحي. والتوجه الأخير كما ورد في التقرير أن أمانة جدة بدأت تبحث عن الأحياء البعيدة عن البحر. الكل كان ينتظر أن يكون أن تكون يعني السياحة أو يكون التمتع هو على شاطئ البحر. لا شك أن البحر يمثل درجة كبيرة من الأهمية عند سكان مثل منطقة الرياض أو المنطقة الوسطى أو حتى المنطقة الجنوبية، لكن تظل الأحياء بحاجة إلى المتنفس الداخلي في الأحياء، لأن ليس كل الأسر لديها الوقت ولديها أيضا الإمكانية أن تروح يوميا إلى البحر. ولذلك هذا المطلب هو مطلب صحي، مطلب ترفيهي، مطلب خدماتي، مطلب حضاري. ولذلك ننتظر أن تكون جدة في يعني مخرجات مثل هذه المشاريع، تعطي لجدة المزيد من الوهج السياحي، تعطيها المزيد من الجذب السياحي والاستثماري، لأن جدة تستطيع أن تستوعب الكثير من الزوار، ليس فقط من يأتونها في مواسم الحج والعمرة، ولكن أيضا من خلال مواسم الصيف. جدة طول السنة وهي يفد إليها الكثير
من أبناء المملكة. وهذه المشاريع نحن ننظر إليها أنها أعطت القطاع الخاص فرصة للاستثمار في مجال الخدمات الغذائية، الخدمات اللحظية مثل بيع الشاهي، مثل الأكلات الشعبية القديمة. أتصور أن لو الأمانة أيضا وضعت من ضمن أجندتها في المستقبل أن تخرج المدينة من الساحل إلى الجهة الشرقية من المدينة، لأنها أيضا هناك من يبحث عن المساحات المكشوفة في المواسم الشتاء مثلا، أو حينما تكون درجات الحرارة قليلة، فبالتالي المتعة في الصحراء خارج المدينة. هذه المساحات التي أضيفت إلى الرئة المتحركة في جدة نحن بحاجة إلى إعادة النظر فيما يتعلق بالشريط الساحلي، لأن الشريط الساحلي مع الأسف اختنق بالعمران ولم يعد هناك متسع للمزيد من هذه المشاريع. نعم، أنا أشكرك كل الشكر لوجودك اليوم معي في برنامج الوطن اليوم، رئيس المركز السعودي للدراسات والبحوث الأستاذ ناصر القرعاوي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، وتضامنا مع مبادرة عام زايد لعام 2018 ومع احتفال دولة الإمارات بيوم العلم الثاني من شهر نوفمبر تشرين الثاني، انطلق المواطن السعودي سالم الكيدي من الحد الجنوبي إلى الإمارات بسيارة مزينة بوسم معاكم يا عيال زايد، لتأكيد العلاقات الوطيدة بين المملكة والإمارات. برنامج الوطن اليوم رصد أبرز هذه التفاعلات مع الوسم في عدة تغريدات، كان منها بداية تغريدة الزميل ساعد القحطاني غرد قائل: سالم التليدي هو أحد أعضاء الجيش السلماني، ينطلق اليوم من مركز الأربوعة في الحد الجنوبي إلى الإمارات. ابن زايد القحطاني: السعودي والإماراتي والإماراتي سعودي، أنتم لنا وحنا لكم في العسر واليسر. أما السلمانية غردت قائلا: ما هو بشرط أنك من أهل الإمارات علشان حبك في ثراها يزدوي، نحبها وإن كان تبغون إثبات عشقتها وأنا مواطن سعودي. السعودية هي الإمارات، الإمارات هي السعودية. انتهى وقتنا، وقت الحلقة لهذا اليوم من برنامج الوطن. أنا شيرين رفاعي، مع السلامة، أحييكم أكيد.